تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي البطولة، لقائكم الرياضي الرمضاني على شادة FM 10:50. كابتن فخر الدين رشحي. أهلا الأخ منير، وتحية لك وتحية جميع صديقي وصديقات البرنامج. الصديقين والصديقات، ها انتم مستمعين الكرام، الصديقين والصديقات، باش ما يجيش شي واحد في لي كومونتير يقول لي راه السي فخر الدين نسى الصديقين والصديقات. انا الحمد لله كنتمنى الصديقين والصديقات دائما ومن نتلاقاو معاهم. نبداو بتعزيتنا هشام الدمعي، توفات ليه الوالده ديالو، توفات ليه الوالده ديالو الله يرحمه. يا سمعتها قبيله انا ماشي سمع، انا قالوا لي على الدراري حتى هما قراوها واقيله، وسبحان الله العظيم راه عيط لي هذه واحد اسبوع تكلم معايا وداكشي، قال لي راه وليت في الرباط وهذا، كنتكلم انا ويا يعني كتعرفي كتعرفني مع واحد العلاقه صداقه الحمد لله اخ ديالي وهذا، الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها، الله يرحمها ويوسع عليها الوالده ديال هشام الدمعي. واليوم الذكرى شحال؟ الذكرى 35 لوفاه العربي الزاولي. اليوم الذكرى 35 لوفاه با العربي الزاولي الله يرحمه. واليوم تعازينا البارساويين حتى هما صافي بخروج البارسا من الاوروبا ليغ بواحد الطريقه ديال يمكن درس حتى هي في كره القدم. لاي واحد كيقول لك راه واحد لواحد على برا وغادي ندخلهم لداخل 3-0 خويا في رمشتي عين، ما عرفتيش داك الشيء كيدير. عاد البارسا واحد، عاد جوج، عاد وسال الماتش ب3-2 في الكامب نو. اقصاء البارسا غادي ياثر على ديك الصحوان. انا كنقول منير كتعرف ديك اللي جات من الخير هي اللي كانت غتكون دايره البارسا هذا العام، على انه هاد الاوروبا ليغ كون بقات غاديه فئه كانت غتكون غاديه عام الخير، لان هما ديجا الديبار ديالهم ما كانش مقاد، و الانطلاقه والخروج من الشامبيونز ليغ والتعزيزات والتغييرات اللي عرفت والمشاكل الكبيره اللي عرفتها البارسا، تنظن بالنسبه لي منير كنظن بانهما شيء ماشي ما كنقولش عادي، ما غاديش يقبلها الجمهور الكاتالوني، ولكن الاشتغال دابا ديال تشافي منير هو البدايه ديال السنه اللي جاي. اللي جاي بدايه السنه اللي جايه تما غيبدا الخدمه اكثر بالنسبه لتشافي، على حساب واش غيكونوا دي ريكروتمون، يعني غتشوف البارسا اكثر دابا اليوم لحد الساعه راك حنا كنتكلموا تنقولوا تهيئ ولا بحال كنقولوا حنا تشافي كيوجد واحد الفرقه ان شاء الله البطوله والمنافسه على الشامبيونز ليغ، هذه كلها مسائل اللي العام الجاي عاد غادي تبان لك بالوضوح. وجميع الحالات خروج ما مقبولش خروج البارسا من الاوروبا ليغ، ولكن بالموازاه كاين تاهل دابا ديال انتراخت فرانكفورت، كاين تاهل ديال لايبزيغ الالماني، كاين تاهل ديال ويست هام اللي ربحوا ليون فرنسي في فرنسا ب 3-0، ثم تاهل ديال غلاسكو رونجرز. ايوا هذا الماتش هذا تاهو شتي كيفاش سالا في لالي ويست هام مع ليون راه واحد لواحد. اش غادي تقول عليه؟ انت قلت نفس السيناريو غادي تقول ليون قادره تاهل، هي ما تاهلتش. ولكن ما عرفتش انا لي زونغلي، عرفتي كيجوني لي زونغلي طريقه اللعب ديالهم ويست هام. وني جابت الفرصه باش نسولك، انت اللي كتفرج بزاف في البطوله الانجليزيه، ما كيبانش لك انا كاين واحد بحال قلتي واحد القالب في كاع الجنسيات. من ناحيه الداخل في الشامبيون ديالهم، سيستيم فوالا كلشي كيدوب تما. حيت انا متفق معك، كتلقى واحد تقريبا دي بريزينيان دي بورتوغي دي بورتوغي لي اسبانيول لي فرونسي اي حاجه كاينه، عندك حق، جميع المدارس الكرويه كدوب تما، ولكن ملي كنجيب كمونير ما كنجيبش على اساس طبق فيا نتايا، فهمتيش؟ كنجيبكش انت كوم تكنيسا بحال دابا بريزيليان، ما جبتش انا تلعب لي اللعب ديال لي بريزيليان وتقصر ودير هذا، غادي تقاتل على الكره. دابا ملي كتشوف بحال دابا ماني في السنغال ملي كيبغي يلعب معاهم سميتو صلاح مع اللي جبت، وانت غادي وتبقى مازال كتكلم ما غاتساليش يا منير، هادو كلهم لاعبين داخلين وسط. علاش كنقول لك انا كاينه منظومه ميم بوغبا كاع ديال 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 فرنسا، ماشي هو بوغبا ديال كلشي ديال مانشستر سيتي ودروغبا اللي سالانيت ملي كترجع تاريخيا اش دار تما هو تشيلسي هو ويا وصامويل ايتو لي كرون جور اللي كانوا يلعبوا تمايا الله يرضي عليك. صامويل ايتو كان لقى مشكله مع غوارديولا ومع هذا، ما عليناش، انا كنقول بانه انت الوقت اللي كتدخل بحال كيقول لك انت حنا غادي فهمتي يا منير حنا غنديروا لك اسم
ماشي انت اللي غادي دير اسم الفريق. شي ملي كنجيبك على اساس كندخلك وكنقول لك حتى جاي لواحد الفريق اللي هو سميتو ليفربول، لان التاريخ ديال ليفربول ما يمكنش لك تهضر عليه في واحد ساعات المكانه ولا انت جاي لواحد المنظومه. اه السيتي لا ميم شوز، البارسا، ريال مدريد، وانت غادي هادو دي زيكيب اللي ما يمكنش لك. اذا ملي كتجي مونير كتدخل تلعب معايا تادي داكشي اللي خصك تاديه واللي غادي يقول لك المدرب، يعني تبغي تفرض راسك وتقول هذا انا غادي نجي ندير داكشي اللي بغيت وما نجريش لا عطوني الكره ولا ما عطيتوهاش لي انا راه ما كاينش. يا مونير كتلقى بنادم لابس توني وكيجري وكيتقاتل باش يدافع على المكانه ديالو. حتى المدربين اللي اللي شدوا الانديه الانجليزيه ماشي هما نفس المدربين اللي انت مونير. نموذج توخيل كاين ضغوطات، كاين ضغوطات مونير، كاين ضغوطات كثير على هاد المدرب اللي كيمشيو يشتغلوا في الانجليز. عندهم مونير ضغوطات، وحتى انت قلتي هذاك النهار ديما كنلاحظوا مونير الفريق مكراسي 15 ولكن الا شتيه ما كيدقوش 15 عكس البطوله الفرنسيه. فهمتي؟ هي ملي كتفرج ها هو 15 روني قابل ولا غير يلعب على اسمي، ولكن راه واقف خلق مشكل ليفربول ولا السيتي ولا هذا. هادشي باش كيعجبني انا هذا لو نيفو ديالهم انا. ايوا هذه هي البريمير ليغ. هي هذه والمتعه دائما مع البريمير ليغ. فاليوم مستمعينا الكرام، وبحكم انه بدايه من يوم الغد يعني الجمعه غادي تعرف عوده البطوله الاحترافيه، العجله ديالها غادي ترجع عاوتاني الدور شي شويه من خلال دوره جديده. فغدا غادي نخصوه للحديث على منافسات البطوله الاحترافيه والمباريات اللي غادي تلعب في الويكاند السبت والحد، على اساس انه اليوم غنعطيو الوقت. تكلمنا البارح على وصول الممثلين ديالنا الانديه المغربيه للبلدان اللي غادي يلعبوا فيها لي ماتشات ديال الشامبيونز ليغ وديال كاس الكاف. اليوم غنحاولوا نهضروا تقنيا في المباريات ديال الاهلي الرجاء، ديال بلوزداد والوداد، ولا ديال المصري بورسعيد مع نهضه بركان، ثم اطلاله على المباريات المقدمه، لان غدا في العشرة في هذا الوقت اللي غنكونوا كنهضروا كاين لقاء مقدم ديال البطوله الاحترافيه، وما غنساوش كذلك حتى المباريات المقدمه ديال بطوله القسم الثاني اللي يمكن غدا غادي يتم الحسم في هويه اول فريق صاعد. غدا في انتظار واش الدوره هذه ولا الدوره اللي جايه حتى هي تحسن في الفريق الاول اللي غادي ينزل، اللي غادي ينزلوا مع كامل الاسف راك عارف فريق الكوكب المراكشي هو الاقرب والاقرب جدا لهذا المرتبه. نبداو مستمعينا الكرام اولا بالاشاره لموعدنا معكم اللي هو 11 على الرقم الهاتفي ديالنا. مرحبا بكم وبالاراء ديالكم وبالنقاش ديالكم 0522 36 92 92. نعاود الرقم 0522 36 92 92. وشحال كنكونوا سعداء ملي كنتلقاو الاراء ديالكم، وكتلقى شي واحد اللي كيناقش معك افكار، وصراحه الاستفاده متبادله والله العظيم. كنكونوا مثلا كنناقشوا شي موضوع وكيجينا شي اخ من الاخوان، وخاصه لا من خارج المغرب ولا من داخل المغرب، فمرحبا بكم بالاراء ديالكم، وهذا منبركم جميعا. ثم تحياتنا لمشاهدينا على قناه شاده اف ام في اليوتيوب. بزاف ديال التحايا لك فخر الدين، الله يبارك فيك. بدايه بايوب قال لك بالصحه فطورك، والمهدي الشريف تحيه لك، حبيبي يعقوبي خويا تعازينا السي هشام الدميعي، تحيه لمراد حتى هو فان سانتن قال لك فخر الدين ارحل وكيضحك ارحل فين غير حل فخر الدين قاسم ماشي مالو هي مع هذاك ما باش يرحل اللهم يجوز عندي انا. مرحبا بك اخويا بغيتي نرحل مرحبا اجي اعتصم اجي اعتصم. قاسم حميده اهلا وسهلا. سي اكرم مرحبا اخويا احنا معاكم. شفت هي ما تقلب غطيح فينا احنا. نور الدين البوشتاوي تحيه لك اخويا السلام عليكم. ربي يحفظكم ويرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله يحفظك سي نور الدين. رشيد تحيه كبيره للكبير فخر الدين كنحبوك في الله. سي فخر الدين تمنى وتشرفنا شي نهار في تيزنيت. وكذلك خويا وديما ويداد مشيت لتيزنيت. يا سلام. مشيت لها ماشي مره ماشي جوج مولين، مشينا لعبنا فيها كاع انا والداودي واللويسي مشينا واحد المجموعه ديال الدراري مشينا لعبنا تما واحد الماتش. تحيه للناس ديال لعبنا في القاعه تحية الناس ديال تيزنيت. كنا مشينا مع مجموعة كانت ناول المتوكل. فاش كانت وزيرة؟ لا منين قبل منين سالات دارت داك الشيء ديالها كيمشيو دوك صحاب عندها جمعية. أييه ياك؟ أها ومشينا و وسيدي تحية للناس ديال تيزنيت من هذا المنبر. تحية كذلك الإيمان. إيمان قالت لك سيدي فخر الدين باش تنصح بلاتي فخر الدين باش نصح اللعابه ديال الوداد
ما يتنفخوش، لان الاعلام العربي كيقولوا ان الوداد هو المرشح باش يفوز بالعصبه، وعندهم احسن فريق واحسن جمهور، ونتمنى ان الكره تلعب في الارض باش المهم شي حاجه كايزر شيفت. انا فهمتك شنو بغيتي تقولي باش ما يتعاودش الفيلم اللي كان داز كايزر شيفت. حنا غادي نجيو نتكلموا على هاد المباراه. تحيه للمهدي، واحد ليكيب استفدات من كل شيء، بقات ليها غير القفه ديال رمضان. قول لنا اخويا شكون هاد ليكيب اللي استفدات من كل شيء، وناقشوا معاك باش الا كان نقاش رياضي استفد معنا واستفدوا معاك. كان نقاش داك الشيء ديال لي ريزو سوسيو ديالكم غير خليه عندك. قول لنا شكون باش نقدروا حتى حنا. فؤاد تحيه لك دوسلدورف، ديما حاضرين معنا خويا السي فؤاد والمغاربه. تحيه كذلك لباقي الاصدقاء، كاين سيدي السي هشام السعيدي اهلا وسهلا. سكوزا 49 تحياتي منير، ما تبقاش تعصب لينا فخر الدين. ما عندي ما ندير، والله ما عندي ما ندير، واش غدير؟ ولكن اليوم غادي نتكيس عليه، ما كاينش اشكال. اسماعيل خويا منير، واش شفتي هادوك لي كونتر اتاك ديال فرانكفورت في 2 سكوند كيوصلوا للبوطو؟ شتهم اخويا كيطيروا في هذيك الخدمه هذيك منير، خدمه عرفتي اش كتسمى هذيك؟ ما كاينش نقاش. اش كيتسمى هذيك؟ اش كيتسمى؟ كيقولوا ما كتقال بالفرنسي، كتنتقل من واحد لازون لواحد لازون، فهمتيني؟ دابا كتكون في ديفونسيف بدو توش كتولي تقدر تعطيها ميليو من الميليو اون سول باس انت منك لو بيت. ولكن داك الشيء والله العظيم. تحية للأخ منير والأستاذ فخر الدين، خاص المغرب يسد الحدود، ما حد واحد مسافر ورا غادي يدخل، راه فاش كانت مسدودة ودخل. درك يفكروا في كل شيء تبارك الله. وفاش كانت مسدودة راه دخل. جمهور البارسا باع الفرقة على قبل الدولارات، ما فهمتش صراحة أن داك الشيء ديال الجمهور اللي كانوا لي زالمون بزاف، وأن التذاكر ديال لي زيسبانيول باعوها لي زالمون، يمكن استصغار الخصم، قالوا ماتش راه عادي دايز منهم تالي سوسيوس كاع ديال البارسا. الالمان عطاو درس للعالم بداك التنقل التاريخي، ما عمرش في الكامب نو بيض كامل تقريبا الاعضاء باعوا التذاكر للالمان. ايوا عسول رشيد، رمضان مبارك كل عام وانتم بخير، لك والاسطوره فخر الدين حد سعيد الانديه المغربيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. المهم واحد القضيه وقعت في الماتش ديال البارسا يا الجمهور، صحيح سي اكرم تكلمنا عليها. نور الدين، البارسا في طور تكوين فريق المستقبل. داكشي اللي كاين. سي رشيد تحيه لك اخويا. بعض التعليقات اللي كتعاود. السي عبد اللطيف تحيه للسي فخر الدين من العيون. الله يبارك فيك. تحيك من العيون. من العيون. وتحيه لباقي الاصدقاء. بريمو قال لك الالمان، داكور تكلمنا على الالمان. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على قناه شادا اف ام في اليوتيوب. فخر الدين غنبدا معك. البارح تكلمنا على الانديه المغربيه، وصلوا في حفظ الله ورعايته، داروا الحصص التدريبيه ديالهم، داك الشيء مزيان. دابا نهضروا شي شويه في لو كونتوني ديال هاد المباريات. البدايه غنبدا معك بالاهلي والرجاء. الاهلي المصري نقاش يعني من القرعه، نعرفوا الاهلي هو الاهلي، ولكن كتسمع واحد النبره ديال راه الاهلي المستوى ديالو هاد الايامات نازل، ماشي في صحه جيده. كيفاش يمكن لك تفسر القضيه هذه؟ دابا هادو جوج ديال الفراقي اللي في هاد المباراه هذه غادي تعطي واحد المجال للصحافه على انها تكون مقسمه، وغادي تقسم حتى الراي ديال الجمهور، لا ديال الجمهور المصري ولا جمهور الرجاء. علاش؟ انت بديتي ملي كتشوف الاهلي وكتقول الانطلاقه ديالها والمشاركه ديالها في هذا الدور في هذه العصبه ما كانتش قويه بحال اللي كانت افون. انا قلت لك البارح، ماشي انا اللي تنقول لك، حنا كنمشيو على حساب المعطيات وداك الشيء والماتشات اللي شفنا وكيفاش تاهل فريق الاهلي، هذه وحده. كدوز لفريق الرجاء تا هو الى الجمهور ديالو والصحافه غادي تمشي بديك القضيه ديال لي دو ماتش اللي لعبات الرجاء الاخرين ديال تادله وديال الاخرين ديال بني ملال. اذا هادو جوج ديال الفراقي غاديين بكل واحد عنده عين كيشوف بها الفريق ديالو كيفاش داير. بالنسبه للمصريين حنا كاهلي، واش منير نقدروا نقولوا بان الاهلي كفريق اللي هو التاريخ ديالو اللي يقدر في اي لحظه كي كنقولوا حنا يفيق ولا يعطيك، ماشي تيفيق، يعطيك 90 دقيقه
ديك الاكسبيريونس اللي عندهم وديك المشاركات الكثيره اللي عندهم وهذا والكم ديال الجروب ديال اللعابه اللي عندهم كثير عندهم لعابه وعندهم هادشي كله تنقولوا هذا ماتش ما يمكنش انا مستحيل انا كمدرب ندخل لي انا بحال دابا من اليوم ونعطي اللاعبين واحد سبيتش ولا كومينيكاسيون اللي تكون بيني وبينهم ديال استصغار عمرها ما تكون عمرني ما نجي انا عند اللعابه وغادي نقول مودي غنواجهوا واحد الخصم اللي هو الاهلي اللي هو فريق انتم كتلاحظوها ما تاهلش عاده ماشي هو هذا الخطاب اللي غادي تقدر توجد الخطاب ديالك انت كيفاش انت كفريق الرجاء غادي تنوض وغادي تمشي وغادي تكذب هذوك الجماتشات اللي لعبتي حيت انا قلتها لك انا ما كاينش تشابه ما بين جوج ماتشات ديال تادلا وديال بيميلان لا علاقه لهم بسميتو ونزيدك حاجه اخرى ياما الرجاء شفناها معدبه في البطوله وداك الشيء مشات للسوبر كوب مع الاهلي كانت غادي تجيبو في اسوأ حالات عقلتي مع فيلموتس عقلتي ما ف يعني بواحد وكانت غادي تجيب هذاك لاكوب كانت غادي تجيبها اش كان بغي نوضح لك انا هنايا هذيك شويه ديال الكره اللي غنبقى ديما نقولها لك شحال ديما قلتها لك انايا كتخليك انت قلت واقيلا نسيت لا لا غادي تبقى دائما هذيك شويه اللي شويه الكره اللي لعبتي وشويه اللي دربتي ما عليناش كتخليك منير لان ما كاينش الثقه والحمد لله انت دابا مع الدخله دخلتي عطيتيني امثله ديال الخارج قلتي لنا قطعوا البحر اللي بعض المرات الصغار توقع عندهم ياك منير ما كنامنوش بها بعض المرات كنقولوا حنا وهذوك ما عندهمش القضيه الحقة تجيو تربح ها هي كاينه دابا ها هي كاينه فما بالك اليوم على الماتش اللي كتهضر عليه اللي هو ديال الاهلي وديال الرجاء اللي كيعتقد بان الرجاء بهاد جوج ماتشات راه غاديه كفريق اللي يقدر يخسر راه غلط واللي كيقول على ان الرجاء تقدر تمشي وتربح بشي حصه ودير ماتش كبير مع الاهلي راه غلط جوج في كلا الحالتين اش خصك تتكلم اللي غنتكلم على شنو وهي ان مباراه غتكون صعيبه على الفرقين بجوج الظروف ديالها صعيبه جات في رمضان كتكون نهار كامل وانت صايم وكتجي وكتختار واحد القضيه كتلعب ساعتين ولا ساعتين ونص بعد الفطور سلطيه حيت هو امتى كتكون عندك الا بغيتي تكون انت مهيئ راك انت غلط شحال واحد كيسحب راه داك دابا حنا ملي كنا كنلعبوا الماتشات مع الثلاثه ولا الاربعه العشيه شنو هو المهم في الماكله راه هو داك الفطور ديال الصباح والفيتامين ديال الصباح وداك الشيء باش هو يلاه كيخدم عليك مع الثلاثه العشيه ولا مع السبعه العشيه ملي كيكون الماتش دابا لا دابا غادي تنهار كامل وانت صايم سكي في ملي غادي تودن ان شاء الله الدراري غادي يقسموا الفطور عشنا هاد اللحظات فطرنا حتى حنايا وهذاك الشيء ولكن كي قلت يا منير ما كيقدكش الوقت اللي اللي مولف شي قهوه خصو يشربها وهذا وكتمشي تطلع وكتمشي تلعب تدخل واحد الماتش بحال منير كتقلب على الدوزيام سوفل لو بريمي سوفل خصك تخرجوا في اقرب وقت ممكن مع الدخله خاصك تعب وخصك ديروا في ليشوفمون هذا نعطيك شي حويجات اللي في ليشوفمون خصك على الاقل تخرج هذاك لو بريمي سوفل هو انك تحس بالعياء وتحس بانك بحال ما قادر تزيد هو رائر دخلتي بعد ما كنتي دوزتي نهار كامل وانت صايم هذه اشياء اللي تسول عليها اللاعبين راه كلشي كيعيشها اذا هذه مباراه انا نجي عندك انا كفخر الدين اليوم ونمشي بداك حيت واحد العدد كبير كيقول لك درنا تعادل ما ربحنا تادلا بزاز وربحنا بني ملال بزاز لا 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 ما كاينش علاقه لا علاقه وهادشي نعطيك واحد التشبيه واخا لاحظ معايا في الديربي وداد الرجاء ما كاينش الحكم مسبقا على اي فريق كيفاش كيعيش لا ابدا لاحظتها ما كتخدمش ما كيخدمش الترتيب كاع وخدمات وعشنا هاد عشتها انا كلاعب والدليل هو لا ليني عشتها كمدرب لا لي ديالو رد عليك وعشتها كمدرب وهذا اذا انت هذه داخله اذا هنا بحال الرجاء الوداد الاهلي الزمالك ترجي هذو خصكم تعرفوا واحد القضيه انا كنخاطب دابا الجمهور بانه هادو ماتشات منير كيتلعبوا في 90 دقيقه وكيقدروا يعرفوا شي حوايج اللي انت ما طلعش على بالك هادو اللي كيسموهم لي بيتي ديتاي واه الجمهور كيبقى كيقول لك التفاصيل لا كاينه تفاصيل صغيره لا كاينه ماشي كاين تفاصيل منير في الكوره راه غريبه الكوره مع الدخله بينانتي مع الدخله كارتو روج مع الدخله بيت كيعطيك منير شي حاجه اللي انت ما عمرك ما كنتي كتوقع لا ليك حتى ولا بروفوكاسيون ديال شي لاعب شي واحد اخر دفعني ندفعك ما عرفتش شوف ما كتعرفش غير هو نمشي معاك انا من هنا من الراديو كنهضروا مع الناس ونرشح ما يمكنش
يمكنش. انا غنواصل معك هذا الحديث في الجزء الثاني قبل ما نمشيو لباقي المباريات، لان عندي واحد السؤال اللي كيطرحوه الكثير ديال المتتبعين ديال فريق الرجاء، هو هذا الرجاء ديال الطوسي ديال الطوسي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في الجزء الثاني. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام، تحيه لكم مستمعينا الكرام، وعدنا معكم ال11 ان شاء الله على الرقم الهاتفي 0522 96 92 وتحيه لكل مشاهدينا على قناه شدا اف ام في اليوتيوب. على علاقه بالمباراه ديال الاهلي المصري والرجاء، التساؤلات تطرح في خردين على الرجاء ديال الفيرسيون ديال الطوسي اللي مشى، كان لسعد الشابي جا فيلموت، دابا الحديث على الرجاء ديال الطوسي. وعقلتي في البدايه كان تصريحات ديال العزيز العمري فاش يلاه جا الرجاء الهويه قادقا غنحاولوا غادي نديروا، كيفاش لك في المباريات الاخرين بهاد 3 5 دولي ولا كيلعب الطوسي، ان نقتنع ان ما كاينينش اللعابه ديال داك الشكل اللي باغي يلعب وداك الهويه اللي كيهضروا عليها الجمهور. واش انت مولي ركي صحابك انت دابا انت انا كنسول لا يعني ملي كنقول لك صحابك زعما من خلال الكلام ديالك والسؤال اللي كتسول انت واللي كتسال بيه انت، واش كي صحابك كتجي تدخل لواحد الفرقه وتطبق فيها واحد المشروع ديالك؟ لا يمكنش، راه خص يكون عندك الماتيريال بعدا الادوات، والادوات شكون هما؟ اللعابه هما اللاعبين. دابا اسمح لي وحرام عليا كاع واقيلا نجبد هذاك السيد، غدا انا غنجيب غوارديولا ونعطيه واحد الفرقه، نعطيه ويست هام ما حيد لي سيتي ونعطيه ويست هام، قول لي يلاه هو دير معاهم هذا الشيء اللي فلسفة ما غاديش تنجح لي، ولا كاع كانت غتنجح لغوارديولا ما تنجحش في ذاك العام، غادي يشري البروفيل اللي بغى، غادي يقول للمكتب بغيت باش ينجح في ذاك الوقت. الرجاء كانت في واحد الوقت من الاوقات هذا اللعب ديالها الهويه اللي كيهضر عليها العمري راه كانت، ولكن باللعابه الهويه راه كانت باللعابه ديالها، كانت بدورمي الله يرحمه بدريس عشاب الحداوي بالسوادي، ولا بقيت كنحسب لك هذه بعدا راه من يامات بيرجيكو، خليني انا استاد دونور، ما كندويش على استاد دونور كندوي على بيرجيكو، ملي كانت الوداد كتلعب بيرجيكو بفتحي والعربي وزيد وما يزيد وجواد اندلسي، ونعطيك واحد الفئه من مجيد حضري وفرقه فرقه ما كانت تقدر كاع ما تمشيش تماركي تبقى عا كتلعب، فهمتي؟ وجات واحد الجينيراسيون عطيني اخرى اللي فريق الرجاء فيها النجاري وبصير ومستودع، وانت كتحسب وانت غادي راه شوف راه هادشي هادو كويريا اي مدرب كتحطو عندهم وما كينجحوه وما كيصنعوه لان هما كويريا. اش غادي تقول انت لعمر النجاري؟ اش تقول لي؟ اش تقول لبصير؟ اش تقول له؟ اش تقول للمستودع؟ اش تقول للخليف؟ اش تقول له؟ السمع انا ما ذكرتش فيهم اسلوب عبوب، والسمع انا ما ذكرتش واحد العدد لعابك وانت غادي كتحسب، اسمح لي راه كانوا دراري كويريه. دونك دابا انت دابا شوف مونير اللي متاح قدامك هو داك الشيء اللي عندك بغيتي دير به تيكي تاكا، ما تنظنش تقدر دير به، غدير به داك البلوك الله يرضي عليك، كتمشي دابا على حساب داك الشيء اللي عندك اللي كتوفر عليه، يعني داك الشكل اسمح لي داك الشكل اللي شفنا في الماتش اللي تلعب في جنوب افريقيا مع امازون، غادي تشوف شي حاجه اخرى. بغيتي تخرج دراري من ذاك النفق وتقول لهم لعبوا الكره فينهم شكون؟ ما تقدرش، عندك متولي بوحدو، وملي كان مع الحافظي وكان مع رحيمي وكان هذا راه كانت، ولكن من بعد ملي مشى مالونغو ومشى رحيمي ومشى الحافظي تنظن بانهم تولي بقى لو سول جوور وميليو تيران اللي فيها هاد الشروط هذه اللي فيها الشروط اللي كيقدر يشدها ويكونتروليها بالصدر ديالو ويحطها للارض ويعطيك باس طويله وداك الشيء، راه هادشي راه ولا باين يا مونير. سو كيف في الاخرين اللي كيلعبوا اما كاين غير، وحتى الكره الحاليه دابا اللي كتلعب دابا غادي تلعب مع فرقه اللي هي سؤال اخير، هاد بهاد الظروف اللي كنعرفوا بهاد المجموعه اللي كاينه بهاد الشكل واش هو اللي صالح للاهلي ولا الشكل اللي داز كون كانت الكره وكان دابا مونير في لي ماتش بحال هكا مونير دابا المدرب هو اللي عنده ليكيب ديالو، هو اللي مسؤول عليها، هو اللي غادي يختار التاكتيك اللي غينجحوا اللي غيربحوا. انا كيبان لي يختار انا مونير غادي يختار، شوف غادي يختار الطريق اللي غادي يربحوا، شي ديك الاستجوابات وحنايا وهذا وهذا هذاك الشيء هنايا كاين على ارض الواقع، الناس كتفرج هضره اخرى، الفرقه اللي غتدخل واللي غادي تضارب واللي غادي تجيب ليك لا فيكتوار، اللي غتضارب بيان سور اللي غادي تضارب حيت الكره الحاليه دابا خصك تضارب معايا، ايه التكنيك والتكتيك انا معاك، ولكن خصك شي واحد اللي
يتضارب معك باش تجيب النتيجه. دونك لحد الساعه الرجاء مع رشيد الطوسي بالاختيارات اللي دار في الماتشات اللي بان على ان هذاك هو الشكل اللي غادي يمشي به بفريق الرجاء، سواء في المنافسات الوطنيه كيف شفنا ولا في المنافسات الافريقيه. وننتظروا الصوره اللي غادي يبان بها فريق الرجاء امام فريق الاهلي المصري، المباراه نهار السبت ان شاء الله. كان من المنتظر في التوقيت الاول انها غتلعب في 7 العشيه، الكاف زادت ساعه رداتها مع 8 ديال العشيه بملعب السلام بالقاهره نهار السبت. نهار السبت دائما ماتش مع 8 مع 9 غادي تبدا المباراه ديال ملعب 5 جويليه في الجزائر العاصمه بين شباب بلوزداد والوداد. قبل ما نهضروا على شباب بلوزداد ونركزوا اكثر على فريق الوداد، الوداد في هذه النسخه ديال لا الوداد غتمشي معايا في السؤال اللي وجهته ايمان اللي قالت لك عندك لا ريزون دراري، قالت لك عندك الدراري اللي يسمعوا داك الشيء اللي مكتوب بانهم هذا وهذاك الشيء ويطيحوا في ذاك الفخ ديال راه مرشحين وراه وراه وراه. عندها الحق تبارك الله عليها، وهذه هذه 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 مساله اللي بالنسبه للمدرب اللي هو عقليه محترفه ما تنظنش على انه غادي يخلي حتى من الحوار. درا التصريح البارح ديال الركراكي، لا شوف الركراكي غادي يبقى يهضر حتى انا كنقول لك شي جاي هذوك خرجت الاولين ديالو ما راح حتى والو، داك الشيء كان في الاول غير بحال قلتي كان كيصطادم. لا وعندو خرجات في المغرب وخرجات على برا. لا كان كيصطادم حتى في الاول في الاولى اسمح لي حتى من بعد مؤخرا ولا شوف كاين واحد القضيه شتي ملي كدير ندوه صحفيه يا با بروبليم، البروبليم هي ملي كتكون خارج وكيتلقاو لك غاديين وحدين اخرين في الزنقه ولا شي حاجه، هذا هو اللي صعيب. فهمتي؟ هنا في كيكون صعيب، لا بدا ما شي واحد كيلوح لك شي سؤال هو ما كيقدرش يتراجع، وملي كيبغي يجاوب بالفرنسويه العربيه كتولي قضيه شويه، ما عليناش. الركراكي انا عارفه ماتش ما غاديش تجي تقول لي انت حقارة انا مرشحك تفوز باللقب ورحنا، لا انا غادي نهضر عاوتاني على الوداد من واحد الشكل ثاني. واش الوداد تاهي نديوها بهذا الفوز اللي دارت مع المحمديه واللي دارت مع الزمالك واللي دارت مع بيترو؟ والا جات عليا انا واش تهزو؟ لا واش تهزو وتاخذو كمقياس وتمشي بيه وتمشي مرتاح بانك انت راك منتصر؟ كاين واحد النسخه ديال الوداد هي اللي كنا تبعنا في عرفات التواخير اللي كانت خسرات مع بيترو وجات خسرات مع الحسنيه هنا وكاين واحد النسخه اخرى مع ظهور الجمهور اللي بدات مع الماتش ديال الزمالك. ايه ولكن وانت جاي ايه ولكن انا كنقول انا ناخذ هذه النسخه ما بغيتش النسخه الاخرى اللي هي اللي كنهضر لك عليها. واش الركراكي واللاعبين غيمشيو للجزائر على انهم هما لي بلي فور وبانهم حتى واحد ما غيربحهم وبانهم ديجا ربحوا بيترو ربحوا الزمالك وربحوا لا علاش كنا كنتكلموا قبيله تنقول لك راه ما يمكنش تشبه الماتشات. الماتشات ما عمرهم ما كانوا كيتشابهوا مولاي، كل ماتش عنده ظروف ديالو عنده خصوصيات ديالو عنده مقومات ديالو وحاجه اخرى وكيقدروا يظهروا فيه لاعبين اخرين اللي كيكونوا في واحد الوقت من الاوقات على انهم ما حاضرينش ويقدروا يخرجوا ذاك النار ويبانوا بوجه احسن بكثير. اذا ستا ماتش تري تري ديفيسيل. الوداد الشغل الشاغل ديالها في الجزائر ان شاء الله وهو على الاقل دير واحد النتيجه مزيانه. نعطيك بالضبط شنو قال الركراكي في هذه النقطه. قال لك غنحاولوا ناخذوا ريزولتا من هنا اللي يخلينا حيين في الروتور. ماشي حيين حتى لهذ الدرجه الحمد لله الوداد حي بمعنى تجيب تعادل. شوف شتي النتيجه اللي كتكون خطيره وما كاينش كنحملها ملي كنلعبوا كوب دافريك 2-0 1-0 2-0 هادو صعاب شي 2-1 كنا كنقبلوها بحال ديال النادي الافريقي كنجيبوها 2-0 ديال النادي الافريقي لكن هذيك عاوتاني كان فيها تعدو كبير من ذاك الحكم الجزائري اللي كان لعب لينا حيد لينا بيت وحيد لينا تكرفس علينا مزيان كاع ما عليناش اموني. انا كنقول بانه فريق الوداد وخا ما يقولش الركراكي انت الا كنتي عندك عين تقنيه وكتفرج ستا ماتش اللي غادي يكون بييج مع هاد بلوزداد. حنا صافي لونطون واقيلا ماشي لونطون ما لعبنا مع هاد من السبعينات من مع هاد الجزائر لا الجزائر مع الجزائر من النسخه اللي دازت مع المولوديه وشتي الماتش ديال المولوديه كي داز وبنزرتي وبليكيب كاع كانت عاوتاني كاع اقوى واقوى. الكارتي تسنى حتى مع لا ديرنيير مينوت عاد باش سجل الهدف الى عقلت. انا كتبان لي هذه قصح شويه من ديال العام اللي فات. وغير قلت لك انا هاد ليكيب الوداد النسخه هذه قصح من ديال العام اللي فات. لا ما كاينش قصح كاينه قضيه لا منير غير هي كاين كتحس اون ماشين. لا وهذاك النهار كانت منير كانت الفرقه كل شيء تيقول لك لا وهذا شوف الله يرضي عليك
ما عمرك ما تثق بالكرة. حاليا حاليا انا قلت هذاك النهار كاين واحد التنويع في اللعابه. ما معنى ذلك؟ لانه اي لاعب تيقدر يدير لا ديفيرونس. وانا كنبداها من الدفاع. انا غادي تجيني زاويه عندي 50% هدف من طرف داري. يمكن الحسوني ما كيديرش ديطونت مزيانه ولا مبينزا ولا هذا. عاوتاني كندخل في ميلو التيران عندي دي جور. لا ديفونس تقدر تلقى العملود. خلي العملود وخلي بن عطيه وخلي عطيت الله. عطيت الله وانت غادي. رحنا انا كندوي معاك على الدراري اللي بحال دابا داري وي الى بارتيسيبي ماشي مانت فوا لا في الشامبيون لا في ثم كنجيو للميليو التيران. الميليو كله عندنا دراري صغار كاملين دابا كلهم عندهم الحس الهجومي ديال التسجيل من غير الدفاعي عندهم حس هجومي. ملي تقول جعدي وتقول الداودي وتقول يمكن كيبقى جبران كيبقى فحال هو الميزان اللي كنقولوا حنا كيمشي تما وكيجي ما بين الديفونس وما بين الميليو التيران لي زوتر جوار ثم كتمشي لاطاك كتلقى يمكن في غياب لاعبين اللي كانوا كيمشيو لينا الجناب اللي كانوا عند الوداد افون كان يتدعوا ناجم ولا بن شرقي ولا هذا واللي هما كانوا مهمين. اليوم اللي كتعتمد على اللافي تعتمد على بينزا وهذو كلهم باش كتعتمد عليهم منير بديك الكرات اللي كتلعب ما بين لي ديفونسور وتيمشيو لهم وتيديروا. اذا الماتش منير كيف هضرنا على الرجاء والاهلي وقلنا ما نحسبوش اليوم هذوك الماتشات وذاك اللي لعبوا وحتى المستوى ديالهم ما ندخلوش في هذه المباراه ما غاديش يكون باين. نفس الشيء الوداد. الوداد حتى هي كما قالت ايمان حذاري وانا كنظن ما غاديش يكونوا لنا الدراري تبارك الله بعقلهم وعارفين اش كيديروا. نساو الماتشات اللي لعبتوا وكانكم غاديين يلا غادي تشوفوا تبحثوا على نتيجه ايجابيه. ولكن عندهم واحد الشكل عندهم واحد طريقه لعب. لا غادي نمشيو نبحثوا على نتيجه ايجابيه. ما معنى نتيجه ايجابيه؟ نكونوا واقفين وما نخليوش شوف ما تدخلش وانت مسبقا بحال كتقول صافي مباراه انا مرشحين وانا لا لا مولي لا لا هذه ما خصهاش تكون مستحيل. وضيور راه قال الحمد لله انا عارفه جور اللي لعب في ليكيب ناسيونال وعارفته ودازت عليه. هذه باش مزيان شي واحد كيكون لعب الكره لا بدا ما كيعطيك واحد دي باس اللي كنقول لك انا اللي لا بدا ما كتستوعبه لا بدا ما يدخلوا لك راسك. هذا الكلام دائما في نفس السياق اللي كنهضروا فيه الحديث على ان لان على الورق ملي كتجي تشوف الوداد شباب الوداد كتقول راه الوداد ولكن حقيقه الملعب في لو 5 جويي مثلا في ماتش الي ولا في الماتش روتور حقيقه اخرى. الكثير كيهضر على الدور ديال الجمهور سورتو المغربي في الماتش روتور. واش نبقاو غاديين في هذا الخطاب ديال الماتش روتور ولا بعدا خصك تفضي بعدا الامتحان اللي عندك في الماتش لالي عاد 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 خصك تجيب بون ريزيلتا. راه خصك تجيب بون ريزيلتا منير. حنا دابا اعتدنا لان نلعبوا مع 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 جنوب الصحراء وتنقدروا نلقاو يعني في هذه السنوات راه ما عندي ما نسالك وتتلقى فراغات وكتلقاو كاين سذاجه ولكن الان فوا شمال افريقيا كاين. ناخذوا على المثال ديال الفريق اللي لعب مع فريق الرجاء الاخراني سطيف ما نهزمش بشي سهوله. ما كانش عنده تاثير هو قدام 80000 ولا 40000. علاش؟ لان هما اصلا تربوا تا هما في هذا الجو ديال الجمهور في الجيري معروفه عندهم تا هما واخا كان محبوس عندهم الجمهور. لا خليها لا محبوس مولير ما تجيبش واحد البنيه ديال ولا واحد الوقيته تحبس فيها الجمهور. انا ديما هضر معايا التاريخ بس عامين لا انا فهموني لا هضر معايا التاريخ ما تهضرش معايا العامين. انا ما عمري شوف ملي كنكونوا نهضروا على الجمهور ما عمر الجمهور بحال هكا الجمهور ما عمره ما كان شي. ملي كتقول لي راه بحال هكا تقول لا منير عامين ثلاث سنين ماشي شغلي. هضر معايا على التاريخ بان هادو فراقي تاريخيا لا وداد لا بلوزداد لا راجا لا تاريخيا كان عندهم جمهور ديالهم تيحضر لهم. جات ظروف ديال عامين ما كاين مشكل داز. ولكن اسمح لي في هذا في هذا لي ماتش هادو ديال هذا العام راه الا خديتي اللعابه فلا هنايا لا عندنا لا عندهم كاين اللي عاد العامين هذه ما عاش فيها الجمهور لدرجه انه ولا عنده العادي هو كيلعب بلا جمهور. لا ولكن لا بالعكس كانت اللي ملي كتاخذ منير شي غنقول عاده كيف كنقول لك جمهور ديال شمال افريقيا معروف لا في مصر لا في الجزائر لا في تونس لا في المغرب موني دائما كان الجمهور كيدخل وكيشجع وكيدير. جات ظروف معينه الحمد لله راه مشات. غير هو الوداد مع كامل الاسف الوينرز ما مشاوش لانه ما كانوش عارفين لان ما تعلنش عن الجمهور ما كانوش عارفين واش كاين دخول الجمهور ولا بدون الجمهور.
ما عليناش. انا ما فهمتش كي يديروا القضيه. ولكن انا ان شاء الله اللي كنتمنى منير هو ان الوداد ان شاء الله تلعب مباراه ديالها ترونكيل ويحاولوا يجيروا الماتش ديالهم، حيت هي 90 دقيقه مولي ما تعرفش اش غيجي فيها. فهمتي اش نقول لك؟ ما كنظنش ان فريق الوداد ولا الركراكي غادي يطلب من اللاعبين ديالو يتسرعوا. والطريقه اللي لعب بها الركراكي في مصر تقدر تشوفها مع بلوزداد. شفناه كيفاش كيلعب على برا، على برا كيدير احتياطات ومن حقه كتلعب ما غاديش تجي تغامر، غير هو ما كتغامرش بزاف وما ترجعش عاوتاني للوراء وتخلي الكره للفريق الخصم، لان غادي يقدر يسجل عليك. هذا هو اللي خص يكون. هذا بخصوص مباراه الوداد اللي غادي يلعبها بملعب 5 جويليه في الجزائر من فريق شباب بلوزداد. فريق شباب بلوزداد وان كان الكثير كيقول لك راه فريق يعني ما من غير التجربه ديالو وكذا، فهو حاليا راه هو بطل الجزائر يعني للمره الثانيه على التوالي. العام اللي فات كان شويه كان يقصي الترجي من الكارت فينال، ربحوهم 2-0 في الجزائر وعدلوا 2-0 في تونس. فريق اللي فيه بزاف ديال اللعابه في المنتخب المحلي ديال الجزائر، دونك فريق اللي خاص الحذر منه. ولكن انا كنقول الا كان الوداد في نهاره بهذا الشيء اللي شفناه في فالتواخير، الوداد على الورق قادر انه يربح. شنو الوداد يكونوا في نهار لاعبين يعني بهذا الشكل اللي شفتي فوالا ديال فريق الوداد يدوروا فحال اللي داروا هذه 3 ديرني ماتش قادرين، لا ديال شباب محمديه ولا ديال البترول باقي المباريات. ثم غادي نمشي معاك لكاس الكاف، ممثل المغرب نهضه بركان في لقاء صعب امام نادي المصري بورسعيد. المباراه غادي تلعب نهار الاحد بملعب برج العرب مع 8 امام نادي المصري بورسعيد. في اخر مباراه تبرمجها ديال الدوري المصري كان نادي المصري بورسعيد ربح الاهلي في ماتش مؤجل بواحد لزيرو. النادي المصري بورسعيد اللي عزز الصفوف ديالو بمجموعه من اللاعبين هذا العام، ما نقارنوش بالفريق اللي كان خسر مع نهضه بركان هذه واحد العامين في 2020 لانه قصاه. بكل صراحه غنسولك على نهضه بركان على هذا الماتش هذه، ولكن عارفين غادي نديو النقاش. ولا عندنا واحد التخوف من فريق نهضه بركان منه هو ماشي من الخصوم. ماشي احنا اللي كان احنا العرض اللي كيعطيه لينا المباريات اللي كيقدم لينا نهضه بركان هي اللي خلاتنا يكون عندنا تخوف. ماشي انا عايز ما نفسرها ما غاديش تفسرها لانه ما عرفتش انا بعدا شنو هو اللي واقع، لانه ايبينغي تبارك الله راه خذا الوقت بزاف تقريبا دابا راه عام وعام وباقي ما عطيتيناش فرقه اللي كتبان بانها فريق واقف تيخلع وكيدير سميتو. حيت دابا الان شوف باش تتعرف منير كاين هناك ارتباك هو في التشكيله كيفاش بركان. الا خديتي واحد الورقه وقلم وبديتي كدير التشكيلات اللي كان كيدخل بهم سميتو نهضر بركان تلقى واحد العدد تغييرات كثيره كاينه مفاجئه. وهنا هذه اللي كتخلي عدم الاستقرار ديال الفريق هي اللي كتخليها منير يظهر بهذا الوجه هذا. نهضه بركان في مواجهه نادي المصري بورسعيد غيواجهوا واحد الخصم اللي هو عنيد منير لا في طريقه اللعب ديالو ولا انا تفرجت فيهم. لا صعاب عندهم واحد طريقه اللعب فين تبان الاهلي وذاك الزمالك كيفكروني في هذاك الشيء ديال المقاولون. عندهم واحد ستيل دو جو منير الاسماعيلي الله يرضي عليك هذا عاوتاني ستيل دو جو عندهم هذا ستيل ديالهم بوحده ما فيش الفن اكثر كيعولوا على ديك الاندفاع البدني وهذا وشويه ديال التحرميات مره بكل صراحه بالفرديات اللي عند فريق نهضه بركان واش تعول فين هما هاد الفرديات كتقول لي الفرديات واه كاين بعدي كاين بعدي النمساوي يوسف ودايو مال بعدي البكرين بعدي مالو فرديات بحالاش ولعاب اللي دابو لا فلاش بحالاش اعطيني فردي راه اللعاب الفردي فرديات عاد يا منير ما خليتينيش نكمل الجمله ديالي ما خليتش تكمل انا كتقول لي بعدي فرديات ويلو للمصلي ما خليتينيش نكمل الجمله زيد ها زيد نهضه بركان اللي عنده افراد ماشي فرديات لا فرديات لا افراد لعابه لا عنده هاد اللاعبين كل واحد اللي جيتي تقيس عنده تجربه افريقيه زيد لا مع الفرقه اللي كان فيها ولا الفرقه الحاليه. واش هاد التجربه هادي تقدر تعول عليها في ماتش مع المصري؟ ولكن انت كتقول لي بحال دابا بعدي، بعدي شنو هو الرول ديالو؟ كيفاش الرول ديالو؟ دابا يكون عنده فرديه، شنو هو الرول ديال بعدي؟ علاش جابته بركان؟ مين جابته بركان؟ فين كان كيلعب؟ جابته من الحسنية فين كان كيلعب؟ شنو هو البوز ديال بعدي؟ اريير دروا فين هو؟ فين هو بعدي ديال الحسنية؟ اللي كان كيطلع في ذاك الليل ولا شاد ذاك الليل كامل طالع هابط كيدير لي سونتراج كيدير بعدي لعب تما شوية داز ميلو تيران شوية واقيلا غادي
ما كاينش مونير. وبلا شوف وبلا يلاه دخلتي وبلا ما بقيناش حنا كنسولوا عليه وبلا عطيتي انت الدجاجه جا من الفحلي هو الفحلي لا جا من الفحلي فين هو فين هو وهادو راه داروا كارت فينال وداروا دومي فينال مع الحسنيه منير داروا ولا ما داروش شتي ملي تبغي تنسب الفرضيات فرضيات كتعطيها للناس اللي عندها لي كاليتي ديالها ديال لو جو اللي كتقدر تفتح لك واحد الماتش في اي لحظه كتكون مسدوده الامور ما تقدرش حتى فائده به كيجي داك لو جوور كيدير لك واحد جوج ثلاثه وكيعطيك بيت ولا كيعطيك بينالتي نهضر بركان يا منير باقي كي سميتو داير راك شتيهم اخر مباراه هذه دابا ديال بقينا كنقولوا حنا اخر مباراه اخر مباراه اخر مباراه هذا اخر مباراه ديال جديده ديال جديده في الكوب شفناهم كيفاش كيتمحنوا ها تقول لي 10 ديال اللعابه ولكن راه ما خرجتيش اصاحبي 10 ديال اللعابه راه ما حطيتيش كره للارض يقدروا بهذا الشكل اللي شفتيهم مع الدفاع الجديد يسلكوا مع المصري بورسعيد لا مصر ماشي هي جديده لا نوقف لا ديفونس وشتت لا 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 صعيب الحال شحال قدك يا منير شحال قدك الغلط يوقع يوقع طارق خطاب تحيه من مونريال لفخر الدين رجحي فخر الصناعه الوداديه كل احترام لجماهير الطاس وجمعيه الحليب جمعيه الحليب اللي من بعد ولات الاولمبيك البيضاوي تحيه لأوزوغات ما عرفتش فين شاده عزيز أوزوغات واحد اللي كيبان دابا شفتو ذاك النهار كنشوفه مره ممارس 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 وعرشان طارق الخطاب تحيه لك اخويا وتحيه لرشيد القدميري تا هو كنشوفه تا هو كنشوفه سي محمد القدميري هشام تحيه كبيره من كندا وان شاء الله مربوحه لكل الفرق الوطنيه وديما وداد ان شاء الله وكاين العبداتي سي منير توقيف رئيس في الهوات لسان نافذه لبصقي على الحكام ونفس اللجنه اوقفت بلاتي لا تسال عبداتي ونفس اللجنه اوقفت جبران اربع مباريات لبصقه على الحكام الكيل بمكيالين واضح علاش جل الاحكام فاش كتستانف الفيفا تلغى ولا تزكى انا ما نمشيش معك بهذا المثل حيت هذا المثل ما عنده حتى شي علاقه للحاله الاولى مع الحاله الثانيه ولكن غنمشي معك لما حدث مؤخرا من بعد ما تم بحال قلتي تقليص العقوبه ديال الحسين اوشله من سنتين لسبعه ديال المباريات في الوقت اللي كانوا في نفس القسم ديال الهوات حالات تهمة ديال الضرب اللي لحد الساعه مازال ما تقلصات شاد العقوبه والعقوبه هي راه بنفس الماده في الواحد يرد البال عاوتاني هنا فين يمكن نقول كتطرح تساؤلات ديال الكيل بميكيالين تحيه لذاك الشويه الكره اللي لعبتها في خر الدين هذا بدر رجحي انا معايا العائله هذا العائله بدر رجحي العائله تحيه الاخ مولا سول فخر الدين فين شداه سي كازوي وقسامه موجودين او يحياك الله واش خرج هذاك اللي تشد بعدا لا ما خرج مشاو ليه باقي معتقل شو يطلبوا عليه باقي معتقل تحيه من مونريال سي طارق كندا ومونريال كيصحابني جوج الناس سي منير تحيه لك شويه واخا سيدي تحيه من الحسيمه سي أدامة مزيغ تحية لك من الحسيمة الله يبارك فيك خويا وواحد السيد سميته معرفة وترفيه تحية نضالية الأخ فخر الدين وديما كاك الله ودي ديما كاك يا الكاك أتوقع أن الطوسي سيلعب بخطة 3-5-2 متولي وأحداث في الهجوم خالد شادلي ربما هذه هي الصورة اللي عنده من آخر ماتش للخرجة اللي لعب في جنوب أفريقيا هذه هي هادشي اللي غادي هادشي اللي كاين تحياتي فخر الدين ومدير من ساراغوس مصطفى موس الله يحفظك واحد السؤال اللي ما كان طرحه السي منير هذا السي رشيد واش عدم وضع النجمه في القميص ديال المنتخب الوطني ماشي تبخيس الحق لدوك الرجال اللي جابوا ذاك الكوب علما ان المنتخب المغربي بقى الاستثناء الوحيد في هذه القضيه ديال النجمه والله ما عندي باش نفيدك اخويا في هذه القضيه ديال النجمه ما عرفتش لا كانت خصها الدار منير كانت خصها الدار خصها الدار لا كانت شريف خصها الدار منير عندك كوب دافريك خصها تشاه بيان سيور اعتراف لهذوك الناس لهذوك الناس ما غادي دير والو الله يرحم اللي توفى فيهم ساكن والله يطول العمر اللي باقي سي امين وشام كاتب اي بينغي وكيضحك اي بينغي فلورون اي بينغي مدرب فريق نهضه بركان انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على الشاد اف ام تحيه لكم مستمعينا الكرام نذكركم بالرقم الهاتفي للتواصل معنا 05 22 36 92 92 05 22 36 92 92 صوره جميله هذيك فخر الدين بزاف كاع والله العظيم الله زوينه
برافو عليك وتحيه للتحيه اللي صيفطها السيد صيفطها تو تحيه ليه لانه صراحه صوره لاطفال مدرسه الوداد بزاف في التريبين ديال المركب بجلون وسط منهم المرحوم مكوار والمرحوم بوكر جدايم صورة زوينة برك يعجبني الرئيس اللي كيهبط يشوف الفئات اللي يشوف لا وكان يقول غايدير ديك الساعة لا كوب ديموند ديال لي جون مازال باش تفكر فيها منير ما كنفكرش من عام باش دير هذيك لا كوب ديموند تجي بوكر جينيور ويجيو فراقي ديال سميتو لاعبين والله يرحم الناس الله يرحم هاد الناس هادشي غير من باب وذكر باش ما شي واحد ما يجي اللبسه ديالو بيضاء الله يرحمه سي عبد الرزاق وداك الشيء دوزنا معاه صراحه الله يرحمهم بجوج الله يرحمهم كاملين كاع المسيرين ديال الوداد الله يرحمهم اللي باقي على قيد الحياه الله يطول لي عمره والصحه ان شاء الله شوف ناخذ معنا اول متصل سي عادل من فاس مرحبا سي عادل السلام عليكم وعليكم السلام سي عادل الله العظيمين طالت الغيبة حق الله مرحبا خويا عادل الله يا خويا العينة نعيطو أول مرة كنتشرف باش نسمع الصوت ديال الجناح الطائر ديالنا سي فخر الدين مرحبا بك خويا حق الله يا خويا إلا توحشنا ذاك الفراجة ملي كنا كنتفرجوا فيه في ملعب الحسن الثاني في مدينة فاس أيه يا سي فخر الدين والله العظيم إلا كتفكرنا في أيام زوينة أيام زوينة والله إلا بصح كاينة والله العظيم سي فخر الدين إلا كانت الفراجة في ملعب الحسن الثاني باش تلعب فيه ديك الساعة وباش تدخل قدام ديك الجماهير اللي كانت كتبقى تشجع حتى لآخر لحظة تحية طيبة الله يكثر خيرك السي عادل الله يحفظك السي عادل وكنتمناو ليهم رمضان مبارك سعيد وبغيت نطرق واحد الموضوع بسيط مرحبا بك خويا على مدرب المنتخب المغربي هذا بسيط هذا هذا بسيط يخدم يبعد منه بصراحة ما إلا غادي يتواضع معنا وينزل كواريه راه كاينين دي جوار اللي شوية دماغهم ماشي بحال راه كاين كونتونا داز وكاين بزاف ديال الكواري اللي دازو كيخص الانسان يتواصل معاهم راه ماشي غير في ماشي سي عادل اسمح لي لقطعتك راه ماشي غير في المنتخبات حتى في الفروق كيكونوا ديال العاب تيتشي وحدين دراري اللي كيكونوا تبارك الله عندك ما دير ماشي هو كيديرها عن قصد ولكن كتكون ولكن انت خاصك تعرف كيفاش تتعامل معاه كيدير تضبط مع راه زيدان مشى ريال مدريد راه تصاحب مع رونالدو تصاحب مع فهمتيني جرهم من عنده ولاو صحابو كيدخلوا كيتقاتلوا على قبلو في التيران وبالنسبه ليه عنده تجربه كبيره علاش ما ينفعناش هذا أيوة. كيضرنا ينفعنا خصنا ينفعنا حنا خصنا نشوفوا خليلو في المنتخب وخصنا نشوفوا اللعابه ديالنا حتى هما في المنتخب حنا خصنا نشوفوا كل شيء المدرب عطى ما كنقولوش ما عطاش حتى ولا عندنا ان سيستيم دو جو ولا مسائل اخرى ولكن بان لي كان سيستيم السي عادل والله العظيم الا كيبان لي ان سيستيم دو جو بالمقارنه ديال اننا عندنا واحد المنتخب مسقنا والله انا ما بان لي بالله كنا واحد 80% من المنتخب ديال رونالد ودخلنا لهذا المنتخب هذا بدات الامور فريق شاب فريق مزيان الحمد لله كنتمناو انه يكون خير ولكن خصنا الاضافه هي ديك الجوره اللي كيلعبوا لنا في لوط نيفو غير واحد القضيه اللي قلتها السي عادل انا متفق معك في هذا الشيء اللي قلتي كله ولكن حاجه وحده هي باش بديتي هضرتي مع واحد قلتي لي بعد منه راه ماشي هو اللي غيبعد راه اللي مخدمه اللي خصو ياخذ القرار وشوف الفلوس كتعطى ولكن راه ما كاينش شي راه هو ما قالش لك اجي جيبني راك انت اللي معيط عليه وانت اللي شاد فيه دابا واش السي اوبري حنا غادي نخسروا الفلوس راه خسرناهم بزاف وقولها اللي مخدمه راه اللي مخدمه هو اللي خصو ياخذ القرار السي عادل شوف السي القجع راه خصو ياخذ شي قرار حاسم راه ما بقناش بزاف راه خصنا ندخلوا كونسونطراسيون ندخلوا لي ماتش اميكو نوجدوا ان كوتش اللي غيجي يعرف شنو غادي يجيب وهذا راه ما بقناش الوقت بزاف هادشي اللي كنبغيو نقولوا حنا للمنطقه حنا ماشي ضد المدرب ولا ضد شي حاجه حنا يا اما يخدم معنا يا اما يعطينا الفلوس ولا يشوف لنا رئيس الجامعه شي قرار يخرج به الله يحفظك السي عادل تحية لك لا خطيكم والله يكبر بكم ورمضان مبارك سعيد مرحبا سي عادل الله يحفظك تحية لك أخويا ورمضان مبارك
نذكركم بالرقم الهاتفي 0522 36 92 92. ندير واحد الاطلاله فخر الدين قبل ما نمشيو للبطوله الاحترافيه لان كاين لقاء مقدم غدا مع 10. ندير واحد الاطلاله على الهوات الدوره اللي جرات اخر دوره اللي هي الدوره 26 واللي جرات المباريات ديالها البارح واللي فرزت نتائج تاليه. الكودام اللي كنا كنهضروا عليه كفريق مرشح للصعود خسر مع اتحاد تمارا في ميدانه بواحد لصفر، فتح الناظور ربحوا جمعيه المنصوريه بجوج واحد، النادي البلدي ورزازات ربحوا شباب مريرت بواحد لصفر، اتحاد سيدي قاسم ينهزم امام الرشاد البرنوصي 6-2، شباب قصبته لا ينهزم من نادي القنيطري 2-1، وداد تمارا كيتعادل مع وداد قلعه الصراغنه 1-1، امل الفتح الرباطي كيفوز على مولوديه الداخله ب 6-0، والاتفاق المراكشي يفوز على اولمبيك اليوسفيه ب 3-1. الوضعيه ديال بطوله الهوات مع اقتراب يعني باقي خمسه ديال المباريات لاعلان الصعود ديال فريقين ونزول ديال فريقين اخرين. اتفاق المراكشي هو اللي في الصداره ب 54 نقطه، متبوع بويده تمارا ب 53 نقطه، والنادي القنيطري في المركز الثالث ب 48 نقطه. يعني 48 53 خمسه النقاط، واش مازال كاين امل عند الكاك انها ما كاينش بزاف ديال الفرق. وباقي قلت لي خمسه الماتشات، خمسه ديال الماتشات باقي اللعبه مولاي. المركز الرابع وداد قلعه الصراغنه 45، المركز الخامس نادي المكناسي 41، المركز السادس جمعيه المنصوريه 38، المركز السابع ليسبوار ديال الفتح الرباطي 34، المركز الثامن اولمبيك اليوسفيه 32 هما ورشاد البرنوصي، المركز العاشر شباب قصب التادله ب 31 نقطة، المركز 11 نادي البلدي ورزازات 27 نقطة، المركز 12 فتح الناظور 26 نقطة، المركز 13 اتحاد تمارا 25، المركز 14 شباب مريرت 24 نقطة هو مولودية الداخلة، وفي المركز الأخير اتحاد سيدي قاسم ب 21 نقطة. الصراع حول على تفادي النزول باقي بين اتحاد سيدي قاسم، مولودية الداخلة، شباب مريرت، اتحاد تمارا وفتح الناظور. اتحاد سيدي قاسم انا فضل منير صعيب في هذه الفرق ديال الهوات الا ما كنتيش مخطط بشي طريقه اللي هي عقلانيه وعارف اش كدير. هاد القضيه هما هادو اصلا كيعيشوا بعض المشاكل اللي هي راك انت عارفها منير، مشاكل كبيره وكبيره كبيره. ما نبغيش ندخل معك فعلا انا ملي كتسمع شي حوايج لا ديال المدرب لا الترقو لا منير لا ديال اللعابه لا ديال بزاف ديال الحوايج العقول بزاف اموني بزاف. ما كاينش هناك هيكله. عندي واحد السؤال على امل فتح الرباطي كنا هضرنا عليه في العام اللي فات فاش طلع. دابا في الصف السابع ب 34، واش مهمه ناجحه ديال الاسبوار الفتح الرباطي وصل للهوات في القسم الوطني؟ زعما المباريات اللي لعب مزيان. انا ملي عطيتيني الترتيب ديال الاسبوار فتح مزيان امونير مع يوسف شافيق مزيان مزيان امونير سي بيان خدامين. كيعجبني الحال انا نشوف فرقه ديال لي سبور ديال واحد الفريق دايره دي بون ماتش. وكانوا فاش كتلعب البطوله ديال الهوات في الوقت اللي كتكون فاش كيكون فتره توقف او ضغط فيفا ولا شي حاجه، فكانوا كيستافدوا من بعض اللاعبين ديال الفريق الاول دوك اللعابه اللي كانوا كيلعبوا في ليكيب بريمير. فكان هذا بخصوص البطوله ديال الهوات في الدوره 26. نشوفوا البرنامج ديال الدوره المقبله واللي غادي تلعب هذا الاسبوع المقبل نهار الاربعاء. نادي القنيطري امام الفتح الرباطي، نورمالمون نادي القنيطري مع الفتح الرباطي ماشي مع ليسبور الفتح الرباطي. الرشاد البرنوصي وداد تمارا اولمبيك اليوسفيه نادي المكناسي، وداد قلعه الصراغنه النادي البلدي ورزازات، شباب مريرت، اتفاق مراكش، اتحاد تمارا، شباب قصب التادله، جمعيه المنصوريه، اتحاد سيدي قاسم ومولوديه الداخله، فتح الناظور. نمشيو ناخذوا متصل اخر عبد المجيد من ارفود. مرحبا سي عبد المجيد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد المجيد مرحبا. تحيه لك سي منير. الله يبارك فيك سي عبد المجيد. علينا وعليك الله يبارك فيك. ابي نوجه واحد التحيه لكل اسطوره الصارم الصريح فخر الدين. الله يبارك فيك. الله يبارك سي عبد المجيد بارك الله فيك. الله يطول عمركم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سي عبد المجيد. نعم اخويا منير. تفضل. انا بغيت نوجه التحيه لكم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك شكرا لك. الله يعطيك الصحة. وعندي واحد 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 تدخل بفيض. مرحبا بك. بالنسبة للمدرب المنتخب المغربي لا يمشي بحاله ولا يحيدوه يمشي بحاله. هذا دابا ماشي هادشي راه ماشي ساهل. ماشي ساهل الصراحة ولكن من المسؤولين. دابا لا دابا حتى الطريقة دابا بحال دابا داك السي عادي اللي هضر قبيلة وأنت دابا أنا ما كاين مشكل احتراماتنا للرأي ديالكم ولكن غير هي الطريقة لا بغيناه يمشي ولا هذا راه ماشي بحال هكا غادي يمشي مدرب.
إيه هو اصلا غير تسلطيه السي عبد المجيد. هذا المدرب ما جبناه احنا، ماشي كنلعبوا في الاحياء. نعم غادي نجيو مع العشيه وسير في حالك ولا رجع في حالك. لا احنا راه منتخب وطني المغرب، هذا السيد راه جاي من واحد الدوله وخصنا يكون احترام. ولا بغى يمشي ما غاديش يمشي فهمتي، لا بغى يمشي كيدار اجتماع وكان فهم كيكون بزاف ديال الحوايج ماشي واقول واه يمشي في حاله. واش حنا غادي نجيو غدا نقولوا لواحد الشخص معين سير في حالك؟ ما تنساش واحد القضيه هو راه هو ملي كتجي تشوف من ناحيه، حيت الا بغيتي تهضر بالمنطق وبغيتي دير بزاف ديال الحوايج راه غادي تقول راه اهلك ماشي اهلك. هو راه الحمد لله لعابه وهذا هذا، ولكن راه في بارتي ديال مدرب اللي لا كاليفيكاسيون لا كوب دافريك وخا ما نجحش فيها ثم لا كوب دي موند هذا، ولكن كيبقى هذاك المستوى اللي دابا الناس كلها علاش كتكلم السي عبد المجيد؟ كتكلم على المستوى ديال المنتخب المغربي وباننا عندنا لاعبين في المستوى اللي خصهم يجيو. لا اللي خصهم يجيو لا ما عندكش، ولكن دابا عندك ولكن ما كيكونوش. دابا خصنا نشوفوا اللعابه اللي عندهم لاعبين مباريات فرج ليهم اللي غادي يقدروا يعطيونا شي حاجه زايده في المباريات ديال قطر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سي عبد المجيد، شكرا لك. ان شاء الله تحيه لك سي عبد المجيد. تحيه لك سي عبد المجيد، شكرا وتحيه لك. انا مولين ماشي غادي نجيو واسير في حالك ماشي غادي نقول لك. لا كنقول لك راه حنا للناس، حنا ما غاديش نجيو ويقول لي يعطينا التيسعه. ما يمكنش يعطي التيسعه مولين، هذا راه مدرب جايب واحد الله يرضي عليك جايب عقد ديالو. حنا ملي كناقشوه ناقشوه بطريقه احترافيه، ما كناقشوش حنايا نجي ونقول لك خصو يمشي. لا لا انا ما وصلتش معاك يمشي ولا يبقى. انا ديما تنقولها لك، انا كنشوف دابا كيفاش الجامعه كتدرس المستقبل ديال هذا المنتخب الوطني. كيفاش كتشوفوا؟ كيفاش بغات تشوفوا في قطر؟ هذا هو شكون اللي غيدير هذه الشوفات؟ ايوا المسؤولين. شكون في المسؤولين؟ المسؤولين امولي المسؤولين. واحد التغليط شائع فاش كيتقال الرئيس الفلاني عطى الملايير لهذه الفرقه وهاد الرؤساء كيديروا اشهار لشركاتهم في الفرق ديالهم، يعني راه ما عطاش ولكن خلص فقط واجب الاستشهار. يعني كاين فرق بين الهيبه والاداء، وكاين كاع اللي ما كيديرش كاع الشركه ديالو، ولكن كاين حوايج اخرى منها ان بعض المرات كيكون شي رئيس نكره ما معروفش، يمكن رجل اعمال ولا شي حاجه ما معروفش، وعن طريق كره القدم ولا عن طريق فريق في كره القدم كيولي عنده اسم، كيولي يتميدياتيزا بزاف، كيولي يتشاف. هذه تخدم، هذه راه لا تقدر بمال القضيه هذه اللي كيدير واحد العدد. البطوله الاحترافيه غادي ترجع، غترجع هذا الويكاند منقوصه من ثلاثه ديال الماتشات. واحد السؤال بعدا بسيط كنت بغيت نخليه لك حتى الغدا، ولكن ما كاين مشكل، جاوبني عليه اليوم وجاوبني على الغدا. ما كاين مشكل، واش باقي عقل على البطوله بعدا؟ السيستم راه شي كندوي دابا. هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك، واش هما مساكن كيفاش غيكونوا كاينين؟ وان شاء الله غيبداو عام جديد. ما فهمتش انا، راه الا شتيهم شحال وقفوا بزاف الله يحسن العوان. دابا حنا كنبعض المرات كنبغيو نلوبوا فيهم ونهضروا عليهم. انا كنشوف هاد الدراري كنتسناهم، انا بغيت نشوف انا كيفاش غيبداو البطوله، كيفاش غادي يكونوا. الله يحسن العوان منير، مع كامل احتراماتي. ودابا المشكل جاو فواحد الظروف اللي الجمهور يكون حاضر بالزمن، واللاعب خص يكون على الاقل يعطي واحد 98%. راه انا واحد القيتها ملي قلت لي تبدا البطوله وليت كنفكر تنقول بلاتي اشهم الماتشات اللي تفرجنا فيهم في الاخر. لا اخر دوره ابار كاس العرش، اخر دوره خليناها في كاس العرش اموني، بدات في السودوش عشر اي صافي، والبطوله تكون وقفت امونير. يمكن انا لا ما خفتني كثر سومين دابا دابا الاسبوع الثاني عاقل عليها بشي ماتشات اللي كانوا دي زونترينور اللي واقفين على العافيه، منهم ديال طنجه داموندي، ومنهم واحد عدد كبير ديال المدربين اللي ما دايرينش دي بون ريزيوتا. الافتتاح غادي يكون ديال هذه الدوره 21 بلقاء الجيش الملكي واتحاد طنجه مع العشره. كنا كنتمناو انا بحال هذه المباراه في امسيه رمضانيه في مركب الامير مولاي عبد الله وحاضرين الجمهور ديال الجيش وديال طنجه ولكن مع كامل الاسف وعلى خلفيه الاحداث اللي دازت المنع ديال الجماهير اللي كانت اثرت بشكل كبير مولير. مع كامل الاسف الجيش الملكي سيحرم من الجمهور ديالو، وامس حاجه الجمهور ديالو حتى اتحاد طنجه غادي يتحرم من ما داير والو ما داير والو. كيفاش كتشوف هاد المباراه تكون تنظن مولير اللي مطالب فيها بالانتصار؟ راه الفريقين بجوج اتونسيون، لا طنجه ولا لي فار، فريق الجيش الملكي ماذا باقي عاقل عليهم شويه. لا ولكن راه كيبان لي مونير انا اللي مفاجئني كثير هو فريق الجيش الملكي،
واللي اكثر منه هو طنجه، لان طنجه من بعد واحد السلسله من النتائج ايجابيه وداك الشيء من بعد مع كاماندي انا كنقول لك ما كاينش هناك شي حاجه كتبان سلسله نتائج ايجابيه مع جعفر الرقيق. يمكن كاع هذاك المدرب راه مشى جعفر الرقيق قدم ودار مزيانه وكان يمشي في الاول، كان يمشي في الاول، انا قلت لك في الاول ما خصوش يكون، ما كانش يقبل نهائيا، ما تقبلش. كنتي اونترينور وانت غادي كدير دي بوريزيتا وكدير وكدير، واحد القيده جيتي وليتي ماشي حتى دوزيام دوزيام ادجوان، ماشي حتى دوزيام ادجوان. انت السيد قال لك انا غنجيب هذا وخا المكتب ما عطيش يقول لي ما نقلش مع كامل الاسف الماتش غيكون صعيب. جيش مالك مع فاندير بروك؟ انا هضرت انا قلت لك مولين جيش ما 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 جو سي با اش وقع. واحد القيده كان غادي فاذا به كينزل ما بقاش كيقدم. دابا البروبليم اللي غيكون عند الجيش منير هو هاد الجمهور ما غيكونش معاه دابا، لان شفت واحد المباراه اللي كنرجع فيها الجمهور مع الدفاع الجديدي ما جابش جديده ولكن ها هو خسر في كاس العرش مالغري داك الشيء، خسر بهذاك الجمهور، خسر في كاس العرش. فريق الجيش ملك يا منير ما كاينش هناك حتى المدرب البلجيكي. واحد القيته كنا كنشكروه كنقولوا يمكن لقى ديك المجموعه المتكامله هذا، عاوتاني كيبان لك عميمي هو انا ما كاينش هو فهمتي كيبان لك سيرتان جوار اللي رجعتي لديك ليفار ديال ما قبل فاندير بروك، مره هو كاين مره ما كاينش، حتى هو عنده لي دوت في التشكيله ديالو. ناخذ معنا متصل جديد سي الياس من فاس. السلام عليكم سي الياس. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. كيلاس منير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك خويا الياس بارك الله فيك. وكان يا سي فخر الدين كي داير لاباس عليك؟ الله يكثر خيرك اخويا بارك الله فيك سي الياس. الله يبارك فيك هذا البلاطو. شكرا الله يحفظك سي الياس. الله يبارك فيك اخويا. انا عندي واحد النقاش معكم بسيط اللي قبلتوا عليا على حسب المنتخب ديالنا وعلى حسب المدرب المنتخب ديالنا. مرحبا بك خويا. الكلمه موجهه لسي فخر الدين. سي فخر الدين دابا بالنسبه للسي القجع ذاك نهار في التصريح خرج لينا كيقول لك اودي سي واحد كاع ما هو واحد، قال لك راه ودي راه غيبقى هو حاليا مدرب المنتخب الوطني يعني، وكيقول لك دوك الدراري اللي كانوا مغضوب عليهم بحال زياش حمد الله المزراوي غيكونوا مع المنتخب كيأكدها. يعني كيفاش كتشوف السي فخر الدين غتكون داك يعني داك الفيستير ديال المنتخب مع المدرب ديالنا والجوره اللي كان عنده معهم المشكل؟ لا غير واحد القضيه ما استسمتي، ماشي تأكد بانهم غادي يكونوا، تيقول لك يقدر يكون كل باب المنتخب الوطني مفتوح. مفتوح يعني غير يعني هو زيد كمل. الاعلام ديال المغرب والجمهور المغرب يعني كيطالبوا بهذا الثلاثي يعني زياش مزراوي حمد الله، يعني كيقول لك خصنا ضروري يكونوا معنا هاد الدراري، وحنا عندنا مدرب ما كيسامحش. الا لاحظتي ان المدرب ما كينساش وما كيسامحش. ايه ولكن هنا فهاد وجهتي لي السؤال. انا بالنسبه لي في العرف ديال اي يعني غير كرة القدم، كرة الطائرة، كرة يد، اللي بغيتي كيكون مدرب وكيكونوا لاعبين، ولكن من فوق هذو بجوج كاين واحد المسؤولين اللي هما كتكون عندهم الكلام، كيكون عندهم الكلمة الأخيرة والقرار الأخير. حنا كمنتخب وطني مغربي حنا ما كاينش مشكل، الوقيتة اللي لعبنا كاع المباريات ديالنا هنايا والإقصائيات، الوقيتة اللي هو ما تنازل على زياش ومزراوي هو كان عارف لاسوسياسيون ديالو كيديرها. أنا غادي نعطيك شي حوايج اللي أنت واقيلا كتقول واقيلا ما فكرش فيهم واحد، بالعكس فكر فيهم راه انتيليجون. تيقول هو بلي هنا انا كنستقبل هنا داخل الميدان ومنتخبات هي ضعيفه، باش ما نبقاوش نتخباو ونبداو نقولوا منتخبات وما نسميوهاش ولا دون المستوى، منتخبات ضعيفه اللي لعبنا معاها هنايا ضعيفه جدا عمرها ما غادي توصلنا. هو اش قال؟ قال غادي ناخذ هاد القرارات وعندي مجموعه بما كان كتلعب مع الليل وما كانش حتى الجمهور كان كيحضر وما كنتيش كتسافر ما عمرك ما خرجتي ما كاين حتى شي مشكل. بقيتي شاد في القرار ديالك، بقى الجمهور المغربي كيطالب بعوده هاد اللاعبين. مشيتي للكاميرون على اساس درتي تحدي، قلتي واقيلا غادي نمشي ندير هاد المجموعه هادي، مع العلم انك لعبتي عاوتاني مع منتخبات اللي هي شويه المستوى ديالها كان ضعيف ولا دون المستوى. لقيت اللي جانا واحد الخصم اللي هو مصر يعني امتحان الامتحان اللي هو كان هذا، ما قدرناش كنا رابحين ولينا خاسرين وما كاين حتى شي مشكل. اذا هاد المدرب لقيت اللي دخل كان في الدخول ديالو هنا المغرب كانت تقدر تكون معاه شي جلسه مع المجموعه ولا مع الناس ديال الجامعه ونشرح ليه نقول اودي ما كاين حتى شي مشكل، سامحنا في المباريات الاقصائيه لان كانت كتلعب هنايا، ثم سامحنا مشى لينا وقيله دوبي فينال ولا نقدروا نمشيو فينال على المستوى اللي شفنا ديال المنتخبات اللي كانت مشاركه، وراك شتيها انت يا سي الياس. اذا اخويا خصك تجلس معنا الارض، حنا المسؤولين، انت غترحل انت كمدرب غدا ما تبقاش، ولكن هاد اللعابه اللي هضرتي عليهم انت
لاعبين مغاربه اختاروا لا سيليكسيون ماروكان اختاروا الوطن المغربي وهذا غادي يبقاو. اذا انت غدا غتمشي حتى لا ما مشيتيش اليوم غتمشي غدا علاش كتقول لي؟ نعم البارح السي فخر السي منير انا اجتهدت شي شويه وقلبت في لاجوندا ديال اللاعبين في المنتخب المغربي اللي عندنا في البطوله واللي عندنا على برا. اييه قسما بالله الى عندنا منتخب اللي يمكننا ننافسوا به في كاس العالم ونوصلوا ادوار متقدمه. عندنا كل بوست بعد التشكيله ديال 3 ديال 4 3 3 عندنا كل بوست في تبارك الله 3 إيه، ولكن انا غنقولها كافراد كلعابه كسميات، ولكن انت ما عرفتيش المجموعه كيفاش غتكون. راه حتى دابا الا جينا ناقشوا فرد راه لعابه مزيانين ماشي ما مزيانينش، ولكن شكل الفريق الوطني توظيف شكل الفريق الوطني ما توظيف ماشي هو. ولكن هنايا يعني راه لعبوا مع هذه المجموعه وعارفين يعني هاد الاجواء ولعبوا في يعني لعبوا مع المنتخب ماشي اول مره غنجيبوهم. عندك مثلا تعرف عندك مثلا الادريسي عندك مثلا الحمد الله يعني الدراري هادو لا فايت لهم لعبوا في المنتخب. رحيمي عندك الدراري اللي لعبوا في المنتخب ماشي اول مره غنجيبوهم لهاد المجموعه يعني عارفين الاجواء في المنتخب المغربي. وبالنسبه نرجع للسؤال ديالك بان المدرب مشى للكاميرون بالتحدي، ان المنتخب المغربي ماشي ديال التحديات، منتخب المغرب راه عنده تاريخ ديالو كبير ديال 12 القرن. حنا عندنا هذا المنتخب هذا لا ماشي 12 قرن عندنا منتخب. نقول لك ديال جوج قرون ما تسمح لي راه غلط. ماشي يجي واحد المدرب يمشي به تحدي. وفاس هي اللي 12 قرن سي الياس، مدينه فاس مدينه فاس اللي هي 12 قرن واخا. شكرا بزاف. تحية لك السي الياس، شكرا. تحية لك. قرا بعض التعليقات وقبل ما نختموا السي فخر الدين، واحد التعليق راه خصو حلقة. قلت لك ماستر ياسين، مشكل المنتخب ليس في المدرب ولكن في المنظومة كاملة. شكون كيحاسب شكون؟ فين الإدارة التقنية؟ شكون كيحاسب رئيس الجامعة؟ وأنت غادي بقيتي تما. إلا غيزون. موسى الشريف قال لك كل الفرق الوطنيه تعاني في صمت باستثناء الرجاء والوداد ونهضه بركان. فسر لي المعاناه اش كتقصد؟ اذا كان المعاناه الماليه راه كل شيء كيعاني باستثناء الجيش الملكي الفتح الرباطي ونهضه بركان، باقي كل شيء يعاني. معاناه في النتائج مقبوله من غير الفرق الاربعه الاولى في البطوله جميع الفرق مهدده بالسقوط. ثم كاين واحد السيد سميتو جلال الرياني، غنذكر سميتو، قال لك كرة القدم المغربية ليست سيئة كما تصورونها. وتعليق آخر قال لك البطولة المغربية أفضل بطولة في إفريقيا. باش نشرح لك، أفضل بطولة في إفريقيا راه ماشي من ناحية لو فوليوم دو جو ولا المستوى، من ناحية التمثيلية ديال الأندية ديالها اللي كتنتمي لهذ البطولة والنتائج اللي كيديروا في لافريك. لأن ديما عندنا أندية كتوصل لأدوار متقدمة، داكشي علاش التصنيف ديالنا حنا مزيان. أما أنا بغيتي دير مقارنة، حنا راه كاينة بطولة ديال تونس وكاينة بطولة ديال مصر وبطولة ديال الجزائر. حنا راه في هاد الخانات. إيه أنا متفق معاه، ولكن ما نخرجوش البطولات الأخرين ديال جنوب الصحراء لأن هذاك الشيء هذيك ما كاينش. راه سمعت أنا دروكبة بأنه من الأولويات على أنه الفراقي ديال الكوت ديفوار خاصها ترجع يرجعوا لسميتو المنافسة. هنا باش تعرف منير أنهم راه ملاحظين على ان هاد الفرق اللي كانوا واحد بقيت كيشكلوا شي حاجه اللي هي بحال في غانا وفي نيجيريا، لحدنا ما بقاوش كاينين هاد الفرق هادو ما كاينينش. ونهاري في قرى غادي لا شوف علاش هو كيقول لك شوف راه الا نطيطوا دابا لهي في الكاميرون راه قالها وركز على هاد قالها وركز على هاد الفرق هادو يجي دروكبا والفرق ومالي سمعتيها حتى هي غادي راه غاديين يبقاو يركزوا. اتونسيون حنا غنبقاو نركزوا حنا في ما درنا شي حاجه تقاعد ناعس وتقول زعما رانا خدام غنركزوا. ايوا شكرا لك السي فخر الدين، تحيه ليك وتحيه لجميع الاصدقاء المستمعين ديالنا اللي كيستمعوا لينا واللي كيتداخلوا معنا. وشكرا لهم بزاف، شكرا لهم انت تنتحاوروا معاهم ويتحاوروا معنا. شكرا لكم اصدقائي المستمعين الكرام، شكرا مراد في الاخراج، شكرا سيمو، تلاقاو مع غدا ان شاء الله. الى اللقاء.